أصدق أنني سأذهب إلى دعوة عامة. أنا أعرف كيف تشعرين صوفي، ألست متحمسة؟ متوترة قليلاً لكن متحمسة. ما الخطب؟ ماذا لو لم أعجبهم؟ كيف يمكن لأحد ألا يعجب بك؟ ربما لأنني مختلفة. ماذا لو لم يريدوا شخصاً مثلي؟ حبيبتي، كل شيء سيكون على ما يرام. هل تتذكرين ما قلته لك؟ كونك مختلفة ليس شيئاً سيئاً، إنه السبب الذي يجعلك مميزة. أنت محقة. حسناً، أنا مستعدة. حسناً، هيا بنا. جوانا، نحن جاهزين لنراك. حسناً، تمنى لي التوفيق. مرحباً. أهلاً. مرحباً. كيف أساعدكما؟ أنا هنا من أجل الدعوة. هذه تجارب لعارضات الأزياء، أتعلمين؟ نعم، ذلك سبب وجودنا هنا. ابنتي تريد أن تفعل ذلك. أنا آسف، هل هذا حلمك؟ نعم، فذلك حلمي. وأنت تشجعينها؟ ولما لا أشجعها؟ حسناً، اسمعي، لست أحاول أن أكون لئيماً، لكن ابنتك... ما بها؟ لا تستطيع العمل في هذه المهنة. اسمع، لقد قطعنا كل تلك المسافة، وهذا ما أرادته ابنتي صوفي. دعني أريك ملفها. تفضلي، ألقيت نظرة. هل انتهينا؟ أنا آسف إذا كنت أول من أخبرك بهذا، لكن هي لن تستطيع النجاح في هذا المجال. من فضلك، فقط امنحها فرصة. لقد سافرنا لمدة ساعتين لنصل إلى هنا. حسناً، حسناً، تعاليا. ما لك شريك وزما؟ آسفة، هل يمكنني المحاولة؟ استمري حبيبتي، أنت تبلين بلاء حسنا. مع المذكرة الجديدة المقاومة للماء من ماركة لوكشري كوزماتيكس يمكنني فعلها. النص ليس بتلك الصعوبة. مع المذكرة الجديدة المقاومة للماء من ماركة لوكشري كوزماتيكس يمكنك أنت أيضا أن تمرحي طيلة اليوم وتحتفلي بالليل. يا إلهي، هل قمت بالبصق على عدسة كاميرتنا؟ أنا حقاً آسفة. لا بأس، كان ذلك حادثاً. لم تقصد فعل ذلك، لديها مشكلة في النطق. هذا سبب آخر يجعلها غير مناسبة. هل تظنين حقاً بأن أحدهم سيقوم بتوظيفها للترويج عن منتجاته؟ لا أشك في ذلك. بالكاد تتمكن من قول النص. حبيبتي، اذهبي واشربي القليل من الماء. ماذا؟ إنها متوترة وحسب. اسمعيني، لست أحاول أن أكون فظا، إنني أقول لك الحقيقة لأوفر عليك الوقت وعلي أيضا. إنها ليست ما نبحث عنه هنا. هناك المزيد لنراه، سنبقى هنا حتى نهاية التصوير. حسناً، فيكتوريا، دعيني أرى مشيتك. اسمي هو أليس. مهما يكن، كان ذلك جميلاً. هذا عمل جيد. دونوا الملاحظات يا فتيات، هكذا يتم المشي على المدرج. حسناً، شكراً لكن جميعاً. من فضلك، يمكنني استعراض المشي.
اسمعي، لست مضطرة للمشي إن لم تتمكني، وعلى أي حال نفد الوقت منا. يفترض بالدعوة العامة ألا تنتهي لخمسين دقيقة أخرى، وابنتي لن تستغرق كل ذلك الوقت. هل حقا تريدين منها أن تحرج نفسها أمام كل الفتيات؟ إذن هل سأقوم بالمشي أم؟ حسنا، هيا أرينا مشيتك. إذن كيف أبليت؟ أنا آسف، لم أقدر على كبتها. ألا تخجل من نفسك؟ أنا يمكنني أن أعيد الكرة لو... لن يكون ذلك ضرورياً، أنت جامدة كاللوح. أشك بأنها ستكون خمس ثوان سهلة عليك. لأكون صريحاً، كان ذلك من أسوأ الاستعراضات. صوفي انتظري، ليس عليك أن تكون لئيماً هكذا. حاولت تحذيرك، نحن في هوليوود لا نقدم المجاملات هنا. لذا وداعا، شكرا على إضاعة وقتي. حبيبتي إلى أين أنت ذاهبة؟ سمعت ما قاله لي، لقد سخروا مني جميعا. هذه تجربة أداء واحدة وحسب، هناك الكثير بعد. لا، لن أكررها ثانية. ولكن صوفي، كان ذلك حلمك، أنسيتي؟ ليس بعد الآن، انتهى الحلم. صوفي، قلت لا، أوصليني إلى المنزل حالاً. As long as you stay true to yourself and embrace what makes you unique, then baby you will always succeed. ارحلي الآن، لن أذهب إلى تجربة أخرى. الأمر لم ينتهي هنا صوفي. ماذا تريدين الآن؟ كان ذلك العميل فظا، لكنه محق، لن أصبح عارضة أبدا. ليس لديه الحق في تقرير ذلك، ولست بحاجة لعميل لتصبحي عارضة. ماذا تعنين؟ بالطبع أحتاج إليه. ربما في الزمن القديم، لكن ليس الآن. فقط انظري في الإنستغرام، هناك العديد من عارضات الأزياء اللواتي لا يملكن أي عميل ولا حتى داعم. اسمعي، آسفة لأنني تسببت لك بذلك الموقف. ليس على أحد أن يتكلم بهذه الطريقة، وليس له الحق في ذلك. شكراً. أنا أحبك وسأدعمك حتى النهاية. تريدين أن تصبحي الرئيس؟ سأقوم بحملة انتخابية معك. تريدين أن تصبحي رائدة فضاء؟ سأكون أول شخص على المكوك الفضائي. ربما لن أفعل، فأنا أخاف من المرتفعات. لكن مغزى حديثي أنني دائما سأكون معك. أنت الأفضل. لكنني لا أعلم إذا ما كان بإمكاني فتاة مثلي أن تصبح عارضة أزياء. بالطبع يمكنك، تذكري ما أقوله دائما، كونك مختلفة ليس شيئا سيئا. إنه السبب الذي يجعلني مميزة. أجل. ما رأيك الآن أن نقوم بجلسة تصوير خاصة بنا؟ يمكننا أن ننسى أمر العملاء نهائيا، أنا وأنت وملابس لطيفة والكاميرا. حسنا، يبدو ذلك ممتعا جدا. جيد، لأن لدي مفاجأة صغيرة لك. ما هي؟ أو أمي، انظري إلى هذه، إنها لطيفة. وأحضرت لك بعض مستحضرات التجميل، لذا لما لا تستعدين وتقابليني في الحديقة الخلفية؟ حسناً. حسناً. هذا ممتع جداً. أستطيع إلقاء نظرة؟ أجل تستطيعين، تبدين جميلة جداً. أتعتقدين ذلك؟ بل أنا متأكدة. الآن لنكمل.
حسناً، أريني ما لديك. تلتقط الأم عشرات الصور لصوفي وكلاهما يستمتعان بوقتيهما. عندما ذهبت الأم لتنشر الصور على إنستغرام، قررت أن تخبر الناس عن قصة صوفي في صندوق الوصف، عن حلم ابنتها في أن تصبح عارضة أزياء. تابعتا القيام بجلسات التصوير، وتزداد صوفي راحة أمام الكاميرا. بدأت تطلق العنان لنفسها وتستمتع بالعملية. بعدما أخبرت الأم الناس عن قصة صوفي ونشرها للمزيد من الصور، بدأ الكثير من الناس بمتابعة صوفي ليظهروا لها الدعم. ومع مرور الوقت، حتى أكبر العلامات التجارية بدأت بالانتباه إليها. بعد أشهر، تقوم صوفي بحجز مواعيد لجلسات التصوير الكبيرة كل أسبوع. شركات كبيرة تريد العمل معها، ومسيرة صوفي كانت تبدأ بالتحليق. يوما ما تفتتح صوفي مشروع عمل خاص بها حتى... حسنا، حان الوقت. إنها باردة. حسنا، أريدكن أن تبهرن هذا العميل. هذه العلامة التجارية ستكون ذات شأن، اتفقنا؟ هيا تأهب. أريد جوانا، جودي و... فيكتوريا. اسمي أليس. لا أحد يهتم بذلك. هل هي نفسها؟ سيداتي، هل يمكننا أن نركز؟ ليس لدينا الوقت. يا إلهي، صوفي أندرسون، إنه من العظيم رؤيتك مجدداً. ربما لن تتذكريني. بالطبع، كيف لي أن أنسى؟ لم يخبرني أحد بقدومك، كما أنك لست مضطرة لتقديم تجربة أداء. أقدم لك شيئاً ما، شامبانيا. إيميلي، تعالي إلى هنا. أنا بخير، شكراً. كما أني لم آتي من أجل التجربة. إذن سيدتي، لما أنت هنا؟ في الواقع أنا هنا بالنيابة عن الشركة. أوه، هل ستقومين بالمشي لهم؟ لابد أنني فوتت ذلك البريد. لا، ليس تماماً. هل لا تحضريهن؟ أجل. تحضر من؟ ما الذي تتحدثين عنه؟ سيداتي، إلى هنا. ما هذا؟ بعد ما حصل السنة الماضية، قررنا أن نفتتح وكالتنا الخاصة لعارضات الأزياء ذوات الاحتياجات الخاصة. وعندما علمت العلامة التجارية بالأمر، طلبت منا أن نقوم بتجارب أداء. لكن ذلك هو عملي، لقد أمضيت على عقد. أوه، لما لا تتحققوا من البريد هذا الصباح؟ نعم، قاموا بإلغائه. لماذا قد يقومون بذلك؟ شاركت قصة صوفي على منصات التواصل الاجتماعي، وأعتقد بأن الناس تضامنت معها. لم يكن عليك التنمر على ذوي الاحتياجات الخاصة. واو، اسمعي، لابد من أن هنالك سوء تفاهم. كلا، أنا لا أعتقد ذلك. كما ترى، كانت العلامة التجارية تريد توظيف صوفي كعارضة أزياء، وبعد أن علموا بمعاملتك لها، كيف صاغوا الأمر؟ أخبريني. لسه ما يبحثون عنه وحسب. هذا حقا لا يطاق. هوليوود، إنها هوليوود يا عزيزي، وهي لا تقدم المجاملات. مع السلامة. حسنا سيداتي، بعد أن رحل، دعونا نرى مشياتكن أو دحرجتكن. هل كل شيء على ما يرام؟ نعم، أنا فقط لا أدري إذا كنت مناسبة. أعني، انظري إلي، أبدو مختلفة تماماً عن باقي الفتيات الموجودات هنا. لا تتكلمي عن الأمر وكأنه شيء سيء. لقد تعلمت شيئاً واحداً، كونك مختلفة ليس شيئاً سيئاً، بل يجعلك مميزة. أنت محقة. هل يمكنني المحاولة من جديد؟ بالطبع.